سريعاً مهيب عبد الهادي ونتأكد من معلومة تأخر المباراة. تفضل يا مهيب. مهيب يتمنى معانا برضه. تشعر برضه ولا كويس؟ أنا متحمس. كابتن سيف اعذروني لو الصوت عالي عشان الجماهير، طبعا لازم نعلي صوتنا شويه. بالفعل طاقم التحكيم من بروندي كان معايا دلوقتي مراقب المباراه والحكم الرابع اللي اكدوا لي ان المباراه هتتم في السادسه والنصف بالظبط في توقيت القاهره، ومنتخب الشاد دلوقتي في غرف خلع الملابس، ويمكن خرج بره التشكيل باسم مرسي ودودار ومحمد الشناوي، وادي الاحتياطي زي ما انتم شايفينه. شكرا ليك كابتن سيف، عوده ليك مره اخرى، وان شاء الله نتواصل بعد المباراه بانتصار منتخبنا الوطني.